السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في فيديو جديد للقناة، فيديو مغاير عن محتوى القناة بعد إلحاح متابعين القناة على إنشاء سلسلة خاصة بالمواقع والأدوات التي يحتاجها كل شخص في حياته اليومية أو في مجال الربح من الإنترنت. قررت أن أعمل فيديو أو فيديوهين في الأسبوع خاص بمجموعة مواقع نحتاجها للعمل، سواء تعمل بصيغة الـ AI الذكاء الاصطناعي أو مواقع تحتاجها في تقديم خدمات وبالتالي الربح منها. نحن هذه المواقع سنقوم بشرح إن شاء الله كل يوم أو كل أسبوع كما قلنا حصتين أو فيديوهين للمواقع المفيدة التي تحتاجها سواء في مجال حال الربح من الإنترنت أو في مجال حياتك لتسهيل عملك. هذه المواقع إن شاء الله ستكون بدون تعب، تسهل عليك عمل، تنقص الوقت. إذا كنت تستغرق في إنشاء أشياء لمدة ساعة أو ساعتين تستطيع إنقاص الوقت لتصبحها في 15 دقيقة أو أقل. هنا إن شاء الله سنقوم بوضع السلسلة، وهذه بداية السلسلة. هذه إن شاء الله عندما تجد صورة مصغرة مثل هذه الصورة فقط ستشاهد هنا أنه أغير رقم واحد إلى رقم السلسلة، مثلا 2 و3 وهكذا. قبل بداية الشرح أرجو التعليق في القناة إخواني إذا أعجبكم من نوع هذه الفيديوهات، فقط تعليق لأرى كم شخص يدعم هذه الطريقة. وإن شاء الله القناة سنواصل طرق واستراتيجيات الربح من الإنترنت، وإذا وجدنا موقع من المواقع تفيدنا في إنشاء خدمة وإدراجها في استراتيجية من استراتيجيات الربح من الإنترنت سنقوم بالعمل عليها. وأيضا أعتذر عن الصوت، فصوتي قد يكون نوعا ما متغير. لماذا؟ لأنني مريض. نبدأ الشرح على بركة الله. أول شيء سنعمل عليه هو موقع خدمة مقدمة من جوجل إخواني، من أقوى الخدمات المتوفرة في جوجل. هذه الخدمة لديها هدفين. أول هدف أنك إذا كنت تبحث عن كتاب الأصلي لنسخة ما ستجده في هذا الموقع، أو إذا كنت قرأت كتاب ونسيت اسم هذا الكتاب ولكن تفكرت جملة أو جملتين تستطيع البحث هنا. وضع جملة من الجمل، مثلا سنقوم بالدخول إلى الداونلود، وهنا سنقوم بمثلا فتح أحد الكتب مثلا والأخطار هذا الكتاب. هنا سأقوم بفتحه أمامكم ونقوم بأخذ مثلا أحد الكلمات. هذا الكتاب كما تشاهدون تم تغييره، فقط يكفيك أخذ مقطع من الكتاب أو جملة أو أي شيء وسيعطي لك الكتب الأصلية التي تم أخذ الكتاب منها. تعود إلى الموقع، يكفيك فقط الضغط على باست والضغط على جو، وهنا ستشاهد الكتب الأصلية وأيضا التي تم تغييرها. هنا الكتاب الأصلي تستطيع مشاهدته، الضغط هنا هكذا سيأخذك إلى واجهة الكتاب لكن لا تستطيع قراءته، قد يكون مدفوع. عندما تضغط على View Version Papy Deliver، أنا اللغة الفرنسية، هنا سأضغط على Open، ستشاهد أنه بثمن وأيضا غير موجود النسخة. هنا ستشاهد المقطع المتوفر، شاهد المقطع الذي نسخناه هو نفسه هنا. وهنا ستقرأ نبذة عن الكتاب أيضا، هنا 49 تستطيع قراءة كل الكتب لكن لا تستطيع تحميلها. تستطيع نسخ الكتاب، تقوم بنسخ الكتاب هكذا أو أخذ سكرين شوت. فالكتاب كما تشاهدون كامل تقريبا 295 صفحة في هذا الكتاب أو أكثر على ما أعتقد، 315 يعني تحتاج هذه الإضافة أو هذا الموقع. سأترك لك الرابط. هذا الموقع قد يفيدك في أشياء كثيرة، تستطيع كتابة فقط الكلمة المفتاحية وسيأتي لك بالكتب المتوفرة في الكلمات المفتاحية كما تشاهدون، وبالتالي ستكون مكتبة أمامك للبحث عن الكتب. الموقع الثاني مباشرة وهو موقع خاص بإنشاء صورة خاصة بالبروفايل الخاص بك. هنا هذا الموقع إخواني سيقدم لك صورة احترافية تستطيع وضعها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك. ولنفرض أنك لديك حساب فيسبوك، حساب تيك توك، حساب يوتيوب، عفوا قناة يوتيوب، وتريد إنشاء بروفايل خاص بك أو انستغرام. ما ستفعله ستأخذ الصورة الخاصة بك أو صورة تقوم بوضعها. ولنفرض أنني قمت بتحميل هذه الصورة أو هذه الصورة خاصة بي، فكما تشاهدون هذه الصورة أريد إنشاء صورة بروفايل احترافية. ما أفعله سأضغط على هذا الزر وأقوم بتحميل الصورة التي أريد، مثلا هذه الصورة أضغط على أوبن، شاهد ما هي الاحترافية
التي ستضعها في أحد حساباتك الخاصة مثل إنستغرام، أيضا تويتر، لينكدين، حساب جيميل إذا أردت، يعني تستطيع وضعها على جميع البروفايلات الخاصة بك وبالتالي إضافة احترافية لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك. شاهد ماذا سنشاهد؟ شاهد هنا، تستطيع أيضا هنا مشاهدتها وأيضا تغيير ما تريده. هنا شاهد الصورة، احترافية الصور، تستطيع أيضا مثلا إذا أردت فقط الكرياتيف شاهد الكرياتيف، إذا أردت البروفيشنال شاهد البروفيشنال وكأنها احترافية تستطيع وضعها. إذا أردت تحميل أحد الصور يكفيك فقط الضغط على هذا الخيار، مباشرة سيتم تحميلها، تضغط عليها سيتم فتحها صورة احترافية. أنا فقط اخترت هذه الصورة لكي أشرح عليها فقط. نتوجه مباشرة إلى الموقع الثالث وهو موقع إخواني بيج سبيك، فهو موقع جيد أيضا، تستطيع تحويل الصوت، عفوا تحويل الكتابة إلى صوت، تستطيع إنشاء مقطع صوتي سواء لقناة اليوتيوب وأيضا لأحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك مثل تيك توك، انستغرام، وبما أن الفيسبوك والتيك توك والانستغرام تضع خدمة الريلز، فيديوهات ريلز، يعني تستطيع إنشاء فيديو قصير. ولنفرض أنني سأنشئ فيديو خاص بإنقاص الوزن، مثلا سأقوم بأخذ مقطع من الانترنت أو كتابة أو سكريبت من الانترنت خاصة بإنقاص الوزن. توجهت إلى هذا الموقع الذي شرحته في القناة وخاصة إنشاء قناة يوتيوب خاصة بالكيوت أو المقتبسات، وأضغط مثلا على popular topic وأختار مثلا هذا على سبيل المثال، هكذا هذا السكريبت أستطيع تحميله. هنا تستطيع تحميل هذا السكريبت مباشرة كوبي وقراءته في الموقع قبل التوجه إلى هذا الموقع والاستفادة بكامل الخطة المجانية التي يقدمها. يكفيك فقط تسجيل بإيميل لكي تتحصل إيميل مهمل إخواني سنعمل عليه، أضغط على كوبي. الفائدة أنني إخواني سأتحصل على 1000 كاركتر لكي تعمل به. ما ستفعله إخواني فقط يكفيك الضغط على التسجيل، وهنا سأقوم بالضغط على الإيميل باست، هنا I am not robot، هنا التكست، هنا الفويس، وهنا تتأكد أنك دخلت إلى الحساب، تضغط على register. نسيت شيء مهم هو تسجيل إخواني للاستفادة، سنقوم بنسخ الإيميل، وهنا قم بكتابة الباسورد الخاص بك، أيضا هنا إعادة الباسورد الخاص بك، والضغط على register. بعدها يخبرك أنك يجب عليك تأكيد الإيميل، ستجد رسالة مباشرة تأتيك هنا، تضغط على هذه الرسالة وتقوم بالضغط على confirm email، وهكذا أنت أكدت الإيميل. ستقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بك وتضع المقتطف أو الكتابة التي تريد نسخها وتحويلها إلى صوت احترافي. بس الجيد في الموقع أنه يدعم اللغة العربية، سنقوم بتشربة أيضا مقتطع أو كتابة أو سكريبت خاصة باللغة العربية لنشاهد احترافية هذا الموقع وأيضا مجانا. هنا بالإنجليزية سأضغط على English كأول خيار، ثم أضغط على Pass للسكريبت أو المقتبس، ثم أضغط على Voice، أستطيع اختيار كل هذه الفويس، مثلا سأختار مال، هنا التكست، وهنا الإيميل، وأضغط على Generator. ننتظر قليلا، سنتابع معي الصوت الذي سيقوم بالتحدث به. When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. جيد، كما تشاهدون في ببساطة أضغط على داونلود، يتم تحميل المقطع الصوتي. نعيد مرة أخرى. جيد، سيتم تحميل المقطع الصوتي، لنجربه مرة أخرى. When something is important enough, you do it even if the odds are not in your جيد، هنا بالنسبة للغة العربية فقط سنقوم بأخذ بعض السكريبت من اللغة العربية. كمثال إخواني قمت بكتابة في محرك البحث جوجل أهمية الأكل الصحي ووجدت هذه الفقرة، سأقوم بنسخها هكذا مثلا إلى غاية هنا كوبي، وأعود إلى الموقع الخاص بنا. هنا سأضغط على Text to Voice وأختار العربية، بعدها أقوم بنسخ النص، بعدها أضغط على Arabic تريد ذكر أو أنثى، مثلا نختار Female بما أننا جربنا باللغة الإنجليزية الصوت رجل. الآن تكست، وهنا I am not robot، وهنا تقوم بتحديد الكاباتشا. next، أيضا هنا جيد verify، وهنا تستطيع نزع الإيميل لا يهم، وأضغط على generator. شاهد ماذا سيحدث معنا. هنا سنضغط على عرض،
تتعدد أهمية الغذاء الصحي للأطفال، كما أنه يتدخل في نمونا الطفل الجسمي والعقلي، وتتمثل أهميته في التالي: 1- تكوين عظام قوية يقوي الغذاء الصحي عظام الأطفال ويحميه من الكسور. 2- بناء عضلات قوية وسليمة، تعمل على بناء عضلات قوية عند الأطفال لمساعدته على التحرك والنشاط والحيوية وزيادة قدرته على ممارسة الرياضة. الطريقة بدون أخطاء واحترافية، تستطيع بهذه الطريقة إنشاء قناة مثل هل تعلم أو قنوات لا يظهر صوتك فيها، وبالتالي شرحنا أيضا كيف تحصل على حسابات كثيرة، مثلا يقدم لك الموقع 1000 كاركتر، أنت تستطيع بإيميل مهمل تسجيل بعدة حسابات، وبالتالي تستفيد من الكثير من المقاطع الصوتية. هنا رابط الموقع أيضا ستجدونه أسفل الفيديو. نتوجه مباشرة إلى الموقع الرابع، وهذا الموقع إخواني عبارة عن إضافة ستمكنك من الكتابة بالإنجليزية باحترافية بدون معرفة اللغة الإنجليزية. هنا ما سأفعل، سأضغط على Add to Chrome كأول خيار، تابع معي جيدا. بعدها سأجدها إضافة، أضغط على إضافة إلى كروم وأضغط على Add، أنتظر فقط، وهنا أضغط على Turn Yes، هنا أعطي له الصلاحيات، وبعدها شاهد ماذا سيحدث. هنا أضغط على التسجيل بالحساب المرتبط بكروم، بعدها مباشرة سيتم ربط الإضافة مع، هنا تقوم باختيار فقط language مثلا next 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 لا يهم next continue. جيد، مثلا سنقوم بتجربتها مع جيميل، شاهد ماذا سيحدث. أريد مثلا كتابة رسالة، ولنفرض أنني سأختار الرسالة، إنشاء رسالة هكذا، إلى مثلا سأقوم بكتابة أي شيء هنا، أنت هنا ضع الإيميل وهنا الموضوع، ولنفرض أنني سأقوم بكتابة مثلا مقطع باللغة الإنجليزية. هنا أنا قمت بكتابة ترجمة كما تشاهدون في جوجل ترانسليشن، وقمت بأخذ هذا مثلا هذه الكلمة الأولى، أقوم بتجربتها في الإضافة، سأقوم بوضعها هنا باست، عفوا لم أنسخ، كوبي، أعود هنا باست. شاهد ماذا سيحدث إذا ضغطت على هذا الخيار، سيقدم لي الكلمات المتوفرة، مثلا my name is، تستطيع كتابة أي شيء، نفس المعنى إخواني لكي تتأكد، أنا سعيد لمقابلك، يعني يقدم لك نفس المعنى. أيضا مثلا إذا نسخنا كل شيء قمنا بكتابته copy، ستقوم بكتابته هنا، مثلا سأقوم بنسخه هنا باست وأخذه مرة أخرى copy، أعود هنا إلى الإضافة، قم بمسح كل شيء هكذا، وأقوم بكتابتها مرة أخرى هكذا. شاهد عند الضغط هنا تظهر لي هذه العلامة، أضغط عليه أستطيع اختيار المعنى التي أريد، شاهد نفس المعنى، تستطيع نسخه أو تستطيع الضغط عليه يقوم بتغييره، تستطيع تبديل كلمة مثلا فقط هنا، مثلا income، مثلا from، مثلا تستطيع أيضا الضغط وتغيير الكلمة ويقدمها لك متشابهة. جيد، أيضا تستطيع مثلا كتابة أي شيء، مثلا how are you، سيكمل لك كل شيء، how are، هنا تضغط على الإضافة سيقوم باختيار لك الكلمة، how are you doing، يعني أنا لا أجيد الإنجليزية بطلاقة، المهم المعنى أنه سيساعدك في إعادة صياغة الكلام وتقديم لك كلام بمعنى مشابه للكتابة التي تريدها. نتوجه إلى الموقع الخامس على ما أعتقد، وهو موقع احترافي لمسح أي جزء من الصورة، تعديل احترافي، فقط يكفيك الضغط على هذا الخيار drag photo واختار أي شيء، ولنفرض أنني سأختار مثلا صورة، مثلا هذه الصورة open. جيد، شاهد ماذا سيحدث، أستطيع الضغط على الزوم بالضغط من هنا وتكبير الصورة كما أريد، أو بالفأرة فقط تقوم بالسحب والإفلات. جيد، ولنفرض أنني أريد مسح هذه الخشب، أضغط على هذا الخيار، وهنا أتحكم إخواني بحجم
المسح أستطيع التكبير هكذا أو التصغير كما أريد. مثلا سأقوم بوضع في الوسط وأقوم بمسح هذه هكذا، سأقوم بمسحها أمامكم وتشاهدون كيف سيظهر. جيد، أضغط على إكراس، بعدها تنتظر قليل. شاهد، تم حذف الصورة هنا الأوريجينال شاهد، وعندما قمت بحذفها وكأنك لم تحذف أي شيء. فقط يكفيك الضغط على داونلود وستقوم بتحميلها هنا بدقة عالية، داونلود هكذا. وتوجد مواقع شرحتها من قبل خاصة بإعادة الحجم الأصلي للصورة. الموقع السادس إخواني هو موقع جيد أيضا، أعتقد أنه رائع، وسنقوم بوضع طريقة للربح من هذا الموقع بما أنه موقع يقوم بالكتابة عن طريق الذكاء الاصطناعي. ولنفرض أنني سأقوم بكتابة with loss هكذا، أو loss weight أو with loss هكذا، وأضغط على ستار. هنا الموقع سيخبرك أنك يجب عليك فتح حساب، أو إذا لم ترد أن تقوم بفتح حساب يكفيك فقط تطبيق الطريقة التي أعمل بها في نسخ المقالة. الموقع سيقوم بعد الضغط على يس سيبحث لك في الإنترنت على جميع المقالات الخاصة بإنقاص الوزن، وهنا تستطيع مشاهدة آلاف المقاطع التي تستطيع عملها في مواقع التواصل الاجتماعي مثل كيورا، مثل مواقع كثيرة بنترست. وهنا إخواني عندما نقول مقتطع أو مقدمة بسيطة تحتاجها لتكبير حساباتك وبالتالي الربح من الأفلييت، وإن شاء الله سأضع درس للربح من هذا الموقع. هنا فقط سأشرح لك طريقة العمل وطريقة أخذ المقالة لأنه مدفوع. نضغط، نحن سنأخذها مجانا. أضغط على ستارت وهنا سيقدم لك ريفريس، قام بإعادة صياغة المقالة يعني 100% حصرية، إعادة صياغة المقالة، حذف كلمات كما تشاهدون وأضاف كلمات. أضغط على أوكي وأضغط على جو. كما تشاهدون هنا قام بتقديم لك فقرة احترافية. هنا تضغط مثلا في الجانب الأيمن يقدم لك أيضا مقالات شابهة. يكفيك الضغط على ريفريز أند أد وسيضيف لك هذه المقالة، وأيضا تم إعادة صياغة المقالة. أضغط على أد، كما تشاهدون هنا تم أخذ المقالات، لكن عندما تريد نسخ هذه المقالة لن تستطيع النسخ، سيخبرك تشيل، وبعد تشيل سيخبرك أن تدفع $6، لكن أنت قم بالضغط على هذه الباراجراف واضغط على انسبكت. تابع معي جيدا، وهنا في البي هذه العلامة هنا سأريك إياها هنا هذه، أضغط على زر الفأرة الأيمن ثم إيديت HTML، ستظهر لك الفقرة. اضغط على Select All ثم Copy، توجه إلى Text أو أي شيء تعمل عليه، ولنفرض أنك تعمل على Docs، قم بتغيير الجهة هكذا والضغط على لصق بدون تنسيق. فقط احذف هذه رمز الرموز البرمجة، ستشاهدها هنا كما تشاهدون تم نسخ المقالة. شاهد الكلمة الأولى والثانية والثالثة، نعود إلى الموقع هنا الكلمة الأولى والثانية بنفس الطريقة، تستطيع الضغط على الفقرة الثانية ثم الضغط على زر الفأرة الأيمن Edit HTML والضغط على Select All ونسخ كوبي ووضعها مع المقالة الثانية، وبالتالي ستقوم بتكبير الحسابات بضغطة زر وبدون تعب وعن طريق الذكاء الاصطناعي. هنا المقالة احترافية وأيضا شيء جيد. هذا بالنسبة للموقع السادس على ما أعتقد، نعم رقم 6. الموقع السابع إخواني وهو موقع جيد، وهو موقع الأخير الخاص بنا لفيديو هذا اليوم، وإن شاء الله في الفيديو القادم سأشرح لكم مواقع كثيرة وكثيرة إذا وجدت تفاعل على هذه الفيديوهات. أضغط على مارك ناركيت. هنا إخواني هذا الموقع تستطيع إنشاء فيديوهات سواء بالسكريبت يعني بالكتابة، تحويل كتابة إلى فيديو، أو عن طريق البريزنتيشن باوربوينت. أضغط هنا، سنقوم بجرمة الباوربوينت. أضغط على أبلود فايل، وهنا إخواني سأختار مثلا هذا الملف قمت بتحميله من الإنترنت فقط، وأضغط على أوبن. تنتظر إلى أن يتم إكمال التحميل. هنا ستظهر لك هذه الواجهة، إذا وجد خطأ أو أي شيء أنت قم بتدارك الأخطاء، لا نحتاج أي إصلاح من هذا الموقع. وأيضا كملاحظة أرجو أن تدعمونا بالضغط على زر لايك. أيضا أعتذر عن الإطالة، فقط أنا أقدم محتوى لكي يفيد الجميع وتحتاجها في حياتك اليومية وخاصة في مجال الإنترنت. تضغط على إنيوري
ثم تضغط على Create Video. ستوجه مباشرة إلى المرحلة الأولى والثانية مباشرة، سيتم إدراج الفيديو الخاص بك. وكملاحظة سنقوم بالتوجه إلى التحميلات ونشاهد هنا الداونلود باوربوينت. هنا سنقوم بفتح الباوربوينت. هذا هو الملف الذي وضعته في الفيديو، كما تشاهدون فيه توجد الكثير من الأشياء، لذا سيكون تحميل الملف طويل جدا. سننتظر قليلا ونعود إليكم. شاهد أكثر من ملف. هنا ستشاهد أن العداد يقوم بقراءة الفيديوهات، وأيضا سيقدم لك صوت احترافي تستطيع العمل خاصة في مجال التسويق بالعمولة وعن طريق قناة يوتيوب. هنا إن شاء الله سنشرح طريقة عمل هذا الموقع مع الباوربوينت وأيضا قوالب مجانية. هنا إخواني تم اكتمال الفيديو كما تشاهدون، سأقوم بإنقاص الصوت. وهنا كما تشاهدون فيديو احترافي وأيضا فيه كل التعديلات التي وضعتها. في الأسفل ستجد Import Video Improve Video، وهنا تضغط على داونلود لتحميل الفيديو مباشرة. سيتم تحميل الفيديو الخاص بك، وبضغط الزر أنشأت فيديو احترافي وسيجلب لك مشاهدات، وتضع رابط أفيليت أسفل الفيديو وبالتالي تحقق أرباح. هذا هو درسنا لليوم إخواني، نوع آخر ومغاير من الفيديوهات، إن شاء الله تكون فيه فائدة للجميع. فقط لا تنسوا التعليق لنرى من هو مهتم، كم من شخص مهتم بهذه الفيديوهات. إذا وجدت تفاعل على هذا الفيديو سأقوم بشرح كل أسبوع فيديوهين أفضل المواقع التي تساعدك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.